اليوم كانت مناقشة ديال الميت ديال بن خديوي يونس على المحكمة الابتدائية بعيد السلام، وكانوا حضروا من جهة الشهود ديال رجال الشرطة اللي كيدعيوا وكيزعموا بأنهم تعرضوا لاعتداءات من طرف يونس بن خديوي. الجهة الأخرى حنا كدفاع ديال البنين ديال مناضل بن خديوي يونس تقدمنا بشهود ديال اللائحة، وتمت المناقشة ديال الشهود، سواء شهود اللائحة سواء شهود ديال الشرطيين اللي كيدعيو بأنهم تعرضوا للاعتداء. كانت المناقشة ديالهم استفاضة، وأن في الأخير المحكمة قررت تأخر الملف في الموضوع 16/5، وتقدم الدفاع كذلك طلب ديال الصراح المؤقت بناء على المواثيق الدولية وعلى قانون الإصدار الجنائية وعلى قواعد ديال طوكيو، وعلى أن كاين ضمانات وما كاينش انعدام ديال وسائل الإثبات. وكان في الأخر في أخيرا الدفاع بالنسبة للصراح المؤقت على أنه متابعة بن خديوي في حال الصراح ماشي من شأنها تأثر على حسن سير العدالة. والمحكمة وعرض السيد المفتي الحق العام في الصراح المؤقت، والمحكمة في الأخير قررت باش تثبت في الصراح حزات الميل بالنسبة للصراح للجلسة ديال الجمعة باش تثبت فيه، وبالنسبة للموضوع 16/5. وشكرا. أستاذ، لاحظنا بأن كاين تناقضات في تصريحات الشهود تاع النيابة العامة، بالعكس الشهود نتاع يونس بن خديوي كانوا لا هو شهود ماشي ديال النيابه العامه، الشهود ديال الضحايا الضحايا ولا ماشي الشهود ديال الشهود ديال المحضر، لان الشهود ديال المحضر استدعيناهم حنا في جلسه سابقه تمسكنا على اساس يحضروا هذوك الشهود ديال اللي كاينين في المحضر باش نستمعوا ليهم والشهادات ديالهم فعلا يعتد بها، ولا شهادات غير على سبيل المجامله او كذا. وبان بان في الحقيقه الشهادات ديالهم من الناحيه القانونيه هشه، وهذه المسائل غادي نناقشوها. شكرا استاذ.